أهلا بكم. مدرب السويد يصف المنتخب الجزائري بالقوي قبل موقعة مارمو. تشاهدون أيضا، تعرف على موقع شراء تذاكر مباراة الجزائر والسويد والقنوات الناقلة لهذه المباراة. الآن مع التفاصيل، نشر الاتحاد السويدي كرة القدم عبر موقعه الرسمي رابط شراء تذاكر مباراة الجزائر والسويد في المباراة التي ستلعب يوم 19 نوفمبر في مدينة مارمو السويدية. تجدون هذا الرابط في وصف الفيديو أو في أول تعليق. الآن مع القنوات الناقلة وهي كالتالي: الأرضية الجزائرية في النيل ساد، كانال الجيري وليكيب الفرنسية في القمر الصناعي أسطرة 19.2. الآن مع تصريحات مدرب السويد، حيث قال مدرب السويد ما يلي: أنا متشوق كثيرا للعب مع المنتخب في مدينة مارمو أمام منافس لديه مستوى محترم جدا. وأضاف: المباراة ستكون ممتعة بكل تأكيد، وأرغب في الاستمتاع بالضغط الذي ستفرضه الجماهير في ملعب مارمو في أول تجربة لي على هذا الملعب كمدرب للمنتخب السويدي. وقال أيضا: منتخب الجزائر من أقوى المنتخبات في إفريقيا، ومواجهته ستكون اختبارا ممتازا بالنسبة لنا. مباراة الجزائر ستكون بالنسبة لنا جد مهمة، لأننا سنلعب ضد منافس قوي وعنيد. لا تنسوا توقعاتكم لهذه المباراة في التعليقات، وشكرا لكم.